الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا نعود بكم إن شاء الله إلى الدراسة، إلى الموسم الجديد واللي هو 2020-2021. نتمنى أن يكون هذا الموسم الدراسي موفقا ومباركا ومقرونا كذلك برفع الوباء عنا إن شاء الله. إذا الدرس الأول بما يخص الدرس الأول ديال الأولى بكالوريا علوم هو درس المنطق، أي سكون مقبل لا لوجيك. دونك شنو هي الاشياء التي غادي نسير نشوفها في الدرس؟ هو اولا اون فا دابور ديفينير سو كي اون بروبوزيسيون. دونك اون فا دير كو سي اون ديفينيسيون. دونك سي كوا اون بروبوزيسيون؟ دونك il faut savoir ce que ça veut dire une proposition. هي ما نسميه باللغه العربيه عباره. إذا هنا في هذا الدرس هذا غادي نحاول نمزج بين اللغة العربية واللغة الفرنسية كي يستفيد الجميع. بطبيعة الحال فيما يتعلق بالتعليقات ديالكم إن شاء الله هي اللي غنبني عليها ونعتمد عليها، إما غنبقى نتكلم باللغة الفرنسية فقط أو باللغة العربية أو نستمر في المزج بينهما. إذا ما المفهوم عبارة؟ إذا عبارة هي كل مفهوم ريادي، مفهوم ريادي إما أن يكون يقبل إما صحيح أو خاطئ. إذن une proposition c'est un énoncé mathématique. C'est un énoncé mathématique qui peut être soit vrai soit faux. Bon, je ne vais pas me tarder sur la définition parce que ce n'est pas important pour vous pour le ce qu'on appelle le contrôle, mais ce qui est important c'est de savoir cette valeur de vérité. Donc, عبارة يمكن أن تكون خاطئة ويمكن أن تكون صحيحة. إذا كانت صحيحة من نرمز لها بالرمز V أو بالرمز 1، بينما فوق ترمز لها بالصفر أو بلاتر F. Même كذلك بالنسبة للproposition on peut le symboliser par soit la lettre P soit par Q soit par R etc etc. Donc pour cela je vais vous donner des exemples. Donc je dis par exemple 2 plus 3 égale à 5. Ça, c'est une proposition. C'est un énoncé mathématique qui est vrai. Donc, je peux le dire vrai ou bien je peux le noter directement par la lettre, par le chiffre 1. Par exemple, je dis moins 2 appartient à L. Ça, c'est faux. Donc, c'est une proposition fausse. Donc, voilà la définition de ce qu'est une proposition. Donc, ou bien, ce que vous devez retenir, c'est un énoncé mathématique qui peut être soit vrai, soit faux. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est les quantificateurs. Donc, les quantificateurs, ce sont يعني هي رموز رموز ريادية. Donc, les quantificateurs. Les quantificateurs. إذن هما رموز طبيعة الحال كاين أن كونتيفيكاتور سان أوبيراتور ماتيماتيك كي بو إتر باغ إكزومبل يونيفرسال يونيفرسال أو بيان إكزيستونسيال. دونك يونيفرسال أون نوت باغ لا لتر كيل كو سوا يعني أم كلوبا أو بيان هنا إكزيستونسيال إكزيست يعني وجود. هنا باللغة العربية نقول مهما يكون مهما يكون هنا يوجد. اذا باش نعطي مثال باش تفهم هذه القضيه هذه، تعرف بان مهما يكون اكس ينتمي الى ار فان اكس اس 2 فهي اكبر او تساوي صفر. اذا مهما يكون يعني كلكو سوا اكس ابارتون ار x carré est supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est une proposition qui est vraie. Donc je peux mettre la lettre V. Quel que soit, ou bien on peut dire il existe un x appartenant à R, par exemple, tel que x est inférieur à 2. Donc quel est le chiffre? Donc je peux monter x soit égal à la valeur 0, soit la valeur 1. Donc on a deux valeurs, x égale à 0 ou bien x égale à 1, il est toujours inférieur à 2, donc ça c'est une proposition qui est vraie. Par contre, si je mets par exemple x plus 1,
إيكال أ زيرو. هنا بالمناسبة الله يخليكم، هنا غادي نحاول ما أمكن نعطيكم واحد رجعوا لهذه المسألة وريحوا فيها، لأنه بالنسبة للمجموعات، بالنسبة للمجموعات لأنه درسنا المجموعة الأولى هي المجموعة آن، كاينة المجموعة زد، كاينة المجموعة دي، كاينة المجموعة كيو، كاينة المجموعة ار، كاينة المجموعة سي. إذا بالنسبة للمجموعة آن سو سون لي زونسومبل دي زونتيي ناتوريل، إكسيتيرا. زد مجموعة الأعداد النسبية بمعنى من مثلا موان 5 موان 4 إكسيتيرا إكسيتيرا، دي زونتيي نيجاتيف 0 1 2 3 إكسيتيرا. لونسومبل دي، لونسومبل دي سو سون لي زونسومبل دي لا فورم A سور 10 أو N. باغ إكزومبل Si je mets un quart, c'est 0,25. يعني مجموعة الأعداد العشرية. إذا القسمة فهي توقفت، حصلنا على مضبوط صحيح. إذا نقول هذا عدد عشري، وإذا فينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى المجموعة D. إذا خدينا واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة غتعطيك مثلا 0.3 ثلاثة ثلاثة ثلاثة. إذا القسمة لن تتوقف، وبالتالي هذا لا ينتمي إلى D، إذا فهو ينتمي إلى المجموعة Q. إذا المجموعة Q فهي المجموعة التي تتكون من عددين البسط والمقام، بحيث أن A و B عددان أوليان فيما بينهما. ماذا يعني أوليان فيما بينهما؟ أي لا يقبل القسمة إلا على واحد وعلى نفسه. إذا نقول بأن A عدد أولي، نمبر بروميي، يعني لا يقبل القسمة إلا على واحد وعلى نفسه. إذا لاخذين مثلا 3 على 4، إذا القسمة غادي 0.75 والقسمة توقفت. إذا هذا ينتمي إلى المجموعة D، بينما أن سيزيان إذا القسمة لن تتوقف فهذا يقبل القسمة فهو ينتمي إلى المجموعة Q، وهكذا. المجموعة R فهي مجموعة الأعداد الحقيقية. إذا هذا للتذكير فقط، إذا خاصكم تعاودوا ترجعوا لي لأنه مهم، لأنه غادي تكون بعض التمارين اللي هي تتصب فيها المجموعات. إذا خدينا هذا التمرين، هذا الإكزومبل لكتب بما يخص X زائد 1 يساوي الصفر. إذا هذه معادلة. إذا لك تخدمنا في المجال A كيلكو سوا، إذا هنا غتعطيني بأن إكس تساوي ماذا؟ تساوي موان زد. إذا لك تخدمت في المجموعة مجموعة N، فإن هذه المعادلة ليس لها حل. إذا بينما في المجموعة Z نقول إن إكزيست أن إكس أبارتونون أ زد، بحيث أن إكس بلس 1 يساوي الصفر، إذا فهي فري، إذا إكس تساوي موان زد. إذا هذه بطبيعة الحال هي ما نسميها قيمة لا فالور دو فيريتي دين بروبوزيسيون، إسكي لي فري أو بيان إلي فوس. غادي نعاود ندير إن شاء الله نجيو التمارين باش نفهموا هذا الأمر بكثرة. إذا غادي نحاول قد ما أمكن نعطيكم غير الخلاصة بسرعة، ثم الحاجة غادي نركز عليها إن شاء الله، غادي نركزوا عليها أكثر بالتمارين حتى تكون مفهومة جدا. إذا بالنسبة الحاجة الآن اللي غنمشيو دابا، كاين ما يسمى بعطف عبارتين، وكاين فصل عبارتين، وكاين التكافؤ. إذا ليكيفالونس أي التكافؤ، وكاين الاستلزام. إذا بالنسبة للغة الفرنسية هنا عطف عبارتين سون كو نابيل لا كونجونكسيون، لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون، هنا ديسجونكسيون، هنا ليكيفالونس، هنا لامبليكاسيون. إذا بالنسبة لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون، يعني عطف عبارتين، يعني عندنا واحد عبارة بي وعندنا واحد عبارة كي. عطف يعني هي بي وكي. إذا هنا نرمزو لها بهكذا، إما بي إي كي، أو تكتبوها بي إي كي. إذا بغيت نقولوا عطف عبارتين يعني يجب أن يتحقق هما الاثنتين. بحال دابا إلا قلت لك مثلا أطلب منك الأب ديالك باش تجيب لي واحد الصبغة، قال لك جيب لي الصبغة حمراء ولا بيضاء،
اذا جبتي مقطع اختي غادي يكون باغي يقتنع ويكون راضي عليك هو الا جبتي خاصك تجيبها حمراء تجيب اللون ديال لا كولور تجيبها حمراء وتجيب لا كولور بلونج ولكن الا جبتي لي غير وحده يعني ما غاديش تكون ترضيه وبالتالي هنا غنحاول دائما نستعملوا ما يسمى بجدول الحقيقه اذا عندنا بي وعندنا كي وعندنا بي اي كي اذا قلت لكم بانه في حاله بيو مع كي تكون صحيحه اذا كانوا صحاح بجوج يعني خاص تكون هذه فري وهذه فري في هذه الحاله غادي نلقاو فري اما اذا كانت وحده فري وحده فو او وحده فو وحده فري او لي دو فوس هنا غادي يكون عندنا كلهم فوس اذا خصكم هنا في هذه الحاله تعقلوا او تركزوا على الامر مزيان لانه غنستعملوا في التمارين او البرهنه غنوصلوا للدرس ديال البرهنه اذا بان بي وكي عقل عبارتين هي تتناسب بهذا الرمز هذا تكون صحيحة فقط في حالة اللي كانت بي وكي صحيحتين في نفس الوقت بينما فصل عبارتين إذن فصل عبارتين وهو أنه عندنا عبارتين بي وكي ولكن ليس عندنا العطف يعني عندنا أو كي نرمز لها كذلك بي هكذا هذا الشرط الرمز هذا بي او كي اذا بي او كي يعني عندك اختيار تجيبها حمراء او تجيبها بيضاء او كذا اذا المشكل هو انك ما تجيب لها هذه الحمراء ولا بيضاء اذا غادي نديرو نفس الطريقه هادشي اللي غادي ندير لكم باش تعقلوا عليه اذا عندنا بي او كي عندنا بي كي قلت لكم بانها وقتاش تكون خاطئه تكون خاطئه اذا كانوا جوج خاطئين يعني فو اذا هنا غتكون فو اما الا جبتي وحده كانت فري وحده فو وبيها فو وهذه هو فري وهذه فري وهذه فري هادو كلهم تيكونوا بطبيعه الحال فري اذا اللي خاصكم تركزوا عليه هو ان عطف عبارتين عفوا فصل عبارتين فصل عبارتين تيكونوا هي بي او كي تيكونوا خاطئه فقط في عندما تكون بي خاطئه وكي خاطئ هذا هو اللي خاصكم تركزوا عليه بالنسبه للتكافؤ التكافؤ ترمزوا ليه بهذا الشكل اذا بي ايكيفالون ا كي يعني عندما اقول تكافؤ يعني بحال واحد الشكل مزال يعني قد قد يعني هذا سهل باش تعرفوا على الطريقه يا اما غادي يكونوا بجوجهم فري ولا يكونوا بجوجهم فوس اذا في هذه الحاله هذه بي ايكيفالون كي تكون صحيحه بمعنى اخر من خلال الجدول اللي عندي بي وعندي كي اذا بي ايكيفالون ا كي وقتاش تكون صحيحه باش تكون صحيحه فقط حينما يكون بجوجهم صحاح او بجوجهم فو او بجوجهم فو فقط اما لو كانت وحده فري وحده فو وحده فو وحده فري كيعطيني النتيجه فو اذا ليكيفالونس تكون فري فقط في حاله اذا كانت بي وكي تكون صحاحه بجوج او خاطئين بجوج هاد الامور ركزوا عليها بزاف لان هذا غنستعملوها بطبيعه الحال في البرهنه ونوصل لو ريزونومون اذا تبقى لنا المساله ديال الاستلزام اذا الاستلزام هو ان نرمز اليه ب بي امبليك كي يعني هذا الاستلزام هو تقراوها بي او نون بي تسمى تقراو هذه العباره ديال هي نون بي او كي بمعنى اخر غادي نوصلوا اشنو هي نون بي هاد نون بي هي ترمز لها بهذا الحرف نيجاسيون اي نفي نفي عباره عن عدم نديروها ناكد عليها من بعد نفي اما ترمزوا لها بحال او ترمزوا لها بحال نو بي اذا نو بي او بي هذا الاستلزام تيكون صحيح او ما تيكون خاطئا هو في حاله بغيت تكون عندنا هذه انطلقنا من بروبوزيسيون فري وصلنا لواحد النتيجه اللي هي فوس اذا في هذه الحاله تنقولوا بان بي ان بلي كي غادي تكون طبيعه الحال فوس اذا اعيد بان لابليكاسيون تكون خاطئه فقط بغينا نقول الانطلاقه صحيحه ولكن النتيجه خاطئه اذا الى بغينا نديروا الجدول ديال هذا الاستلزام يعني بي كي و بي ان بي كي يعني وقتاش يكون خاطئ اذا كان عندنا هنا فري وهنا عندنا فو اذا نقدر نوصلوا ديجا ما عداها يعني ما عداها فو فري او فو فو اذا تكون فري اذا ما عدا هذه المساله تكون فري اذا هذا هو فيما يخص بهذه المعطيات يعني كونجكسيون اي فصل عبارتين عطف عبارتين التكافؤ ثم لابليكاسيون بالنسبه الان لا نيغاسيون دون
انا عم اكد عليها هنا لا نيغاسيون دين بروبوزيسيون لا نيغاسيون دين بروبوزيسيون اذا لا نيغاسيون دين بروبوزيسيون يعني نفي عباره اذا نفي عباره عندي واحد العباره بي اذا النفي ديالها هو ترمز ليه بنون بي او نو بي هكذا ولكن اللي تنستعملو اكثر هي هذه اعطيكم مثال عندما اقول كيلكو سوا اكس ابارتونون ا اكس او كاري اي سوبيريور او ايكال ا زيرو اذا النفي ديال هذه العباره بي غندير لها هي نون بي اذا كيلكو سوا هي اليكزيس اكس ابارتونون ا هنا يفو فيغ اتونسيون ما غاديش نقول اكس نابارتيان با ا لان نشوف دائما النتيجه اذا اكس او كاري النفي ديال الف سوبيريور هو انفيريور ستريكتومون ا زيرو اذا هنا خصكم عارفين هذه القضيه بان عندك سوبيريور ايكال عندك هكا هكا او ايكال او ابارتون هادو هما المسائل هادو اذا النفي ديالهم بالنسبه للنفي ديال هذا هو هكذا هذا سوبيريور ايكال هذا هكذا هذا ديفيرون هذا لابارتيان با اذا هذا هو النفي كاين لانكلوزيون ها ولكن هذا لا نستعمله الا نادرا اذا ساكتفي بهذا النفي ديال الامثله وغادي ان شاء الله غنديروا حصه ثانيه اللي غادي نكملوا فيها الدرس اذا الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.